نستعرض مع حضراتكم أهم المنشطات والعناوين الرئيسية اللي طلعتنا بها صحافة هذا الصباح. نبدأ بجورنال الأخبار وصفحة الثالثة. محلب خلال لقائه بوزير الخارجية الإماراتي ورئيس غرفة التجارة الإسلامية، تذليل المعوقات أمام المستثمرين، مسؤوليتي الشخصية. صفحة رقم 6 من الأخبار، الجيش ينشر تصميمات وحدات إسكان حملة السيسي للشباب ومحدودي الدخل. المشروع ينفذ في 11 محافظة وأول تسليم للوحدات في 2017، وأرض المشروع مجانا مقابل الشقق بسعر التكلفة. إلى جريدة الأهرام والصفحة الأولى، مساعي لاستئناف مشاركة مصر في أنشطة الاتحاد الأفريقي. الرئيس يلتقي مبعوثا سنغاليا ووزير خارجية جنوب السودان. قطر تعلن لا تفاوض حول سياستنا الخارجية. الصفحة الرابعة من الأهرام، في مؤتمر عن أوضاع المسيحيين بالعالم العربي، أمريكا وإسرائيل وقطر تحاول إثارة الفتنة الطائفية وإشاعة الفوضى بمصر. صفحة رقم 5، خبراء في الحركات الإسلامية يكشفون مخططات الإخوان بعد قرار المملكة. السعودية كشفت زيف مشروع الجماعة والإرهابية تسعى لنقل نشاطها للخارج. جريدة الجمهورية وعلى صفحتها الأولى، السيول والأمطار هزمت المحليات والجو غير مستقر ل 72 ساعة، المحافظات غرقت والمدارس تعطلت وانهيار صخري بالمقطم. جريدة الدستور وعلى الصفحة الأولى، كارثة، لدينا 44 سفير إخواني وجميعهم يعمل حتى الآن. عصام الحداد قام بتعيين جميع السفراء ومعظمهم يتآمر على مصر من داخل السفارات. سفراء مصر في لندن وباريس يؤكدون علنا أن 30 يونيو كانت انقلابا. نبيل فهمي مشارك في هذه الجريمة بسلبيته وضعف شخصيته. وزير الداخلية في تصريح لجريدة الدستور، ضبطنا 15 خلية إرهابية و125 جهادي قبل تنفيذ تفجيرات واغتيالات سياسيين. أفسدنا مخطط الشاطر بعد عودة 36 ضابط من الأمن الوطني للعمل. الصفحة الثالثة على جريدة الدستور أيضا، مخطط أمريكي لمحاصرة مصر بحزام من التنظيمات الإرهابية. خالد عكاشة يقول أنصار الشريعة تتعاون مع القاعدة وبوكو حرام والإنقاذ والفصائل الليبية. التنظيم الدولي للإخوان يسيطر على سفراء مصر في الخارج. صباحي يترشح للرئاسة بأموال قطرية، ووثيقة تؤكد أن حمدين تلقى 3 مليون ريال سنويا من الهلال الأحمر القطري. وأخيرا على الصفحة الثالثة للدستور، الألتراس يتحدى الدولة ويهدد بمنع داخلية من الملاعب. إلى المصري اليوم وعلى صفحتها الأولى، وحدة عربية ضد الإرهاب، وزراء الداخلية يجتمعون لبدء خطوات جماعية، ومصر تعلن تنفيذ اتفاقية 98 بأنها ضرورية. لجنة انتخابات الرئاسة تبحث إصدار اللائحة التنفيذية للقانون اليوم، ومصادر تقول إن الانتخابات لن تجرى قبل 20 مايو وصدور قرار دعوة الناخبين في 20 مارس. أديس أبابا تتابع الجهود المصرية لعرقلة البناء، ودراسات أثبتت عدم تأثر دولتي المصب. إثيوبيا تدفع إسرائيل إلى واجهة الخلاف حول سد النهضة، وتصريح وزير الخارجية نبيل فهمي بأنه لن نفرط في أمننا المائي. صفحة 7 للمصري اليوم، وتصريح لناصر أمين المشرف على تقرير فض رابعة يقول إن مهاجمة التقرير من كل الأطراف هو دليل نجاحه، والداخلية لم ترحب به. إلى جريدة الوطن وعلى صفحتها الأولى، توابع أزمة التحصين، صباحي يشترط إلغاء المادة 7 لخوض معركة الرئاسة. خلافات داخل حملة خالد علي وعنان يتجه لعدم المشاركة، وجبهة وطنية لدعم المشير، والسيسي مصر لن تنسى من قدم دمه وجهده للحفاظ على الوطن واستقراره. محلب يحدد معاش الفقراء ب 322 جنيه للفرد و 450 حدا أقصى. ومصادر، حماس تخطط لعمليات إرهابية في مصر يوم 19 مارس. الحركة اشترت أسلحة يصل مداها إلى سيناء، والقسام تهدد، والإمارات توقف تنفيذ مشروع في غزة. ما زلنا مع الوطن وعلى الصفحة الثالثة، الإرهابية تكثف اجتماعاتها لتوفير تمويل العنف ومظاهرات الجامعات. شرطة فقوس تتصدى لهجوم إرهابي على نقطة الحجاجية وتقتل 2 من المسلحين. ضربة جديدة للإرهابية، إخوان الكويت يتبرؤون من مكتب الإرشاد. التنظيم الدولي للإخوان يعقد مؤتمرا الخميس في واشنطن لبحث مستقبل الجماعة. صفحة 6 من الوطن، ضبط 5 سفيريين شاركوا إرهابي الشرقية في اغتيال رجال الشرطة، وأهالي هي يشيعون جثمان عبد الدايم بالزغاريت. وزوجة الشهيد
قول ذنب عياله ايه علشان يتحرموا منه، ووصيه والدته بان كوصيه والده بانه يكون هو بدفنها، انها ما كانتش اعرف ان انا اللي هدفنه. صفحه الثامنه، ازمه قطر تنتقل الى غزه، تميم سندعم حماس والامارات توقف مشروعا سكنيا، كتائب القسام تهدد بضرب كل من يقف في وجهها. إلى جريدة الوفد وعلى صفحتها الأولى، الخليج يهدد بحصار بري وبحري على قطر، السعودية تتجه لإغلاق مكتب الجزيرة وترفض الوساطة الأمريكية. على الصفحة الثالثة، رئاسة تستبعد تعديل قانون الانتخابات في الوقت الراهن، وعوض للوفد منصور وحده صاحب قرار التعديل إذا ارتأى ذلك بعد فترة معينة. مادة التحصين تنطبق على جميع المرشحين ولا تعطي ميزة لمرشح على حساب آخر. وزير الصحة يفاوض الأطباء في قانون الحوافز ويدرس تصحيح منظومة العلاج. أخيرا على الصفحة رقم 15 من الوفد، اليوم وزير الشباب يجتمع بالأولمبية، عبد العزيز يعلن عودة هيبة الرياضة في مؤتمر صحفي ويراهن على حدوث طفرة حقيقية. اليوم السابع وعلى صفحتها الأولى، هايدي ضحية الإهمال الحكومي في الشرقية، بوابة المدرسة الحديدية سقطت فوق تلميذة الحضانة والنيابة تحقق مع الناظر. الصفحة الثالثة من اليوم السابع، وزير الموارد المائية الإثيوبي يقود الهجوم، إثيوبيا تهاجم الحملة الدبلوماسية لمصر ضد سد النهضة. أخيرا الأهرام المسائي والصفحة الثالثة، 150 أتوبيس جديد في شوارع العاصمة وكاميرات حديثة لمراقبة 250 تقاطع مروري. الصفحة الخامسة من الأهرام المسائي، رئيس سياسة مصر الخارجية تقوم على أسس من الندية والاحترام المتبادل، الحكومة تقرر زيادة معاش الضمان الاجتماعي، ومحلب يبحث مواجهة الأزمة المرورية وتعزيز التعاون بين مصر والمنظمات الاقتصادية والمصرفية في الفترة المقبلة. دي كانت أهم المنشطات والأخبار اللي طلعتنا بيها الجرائد والصحف في هذا الصباح. خلونا نتوقف مع فاصل قصير، نعود بعده لنستقبل الكاتب الصحفي الأستاذ صبحي عبد السلام، وهو رئيس قسم الإسلام السياسي في جريدة الوطن. وفي الفاصل نذهب إلى زميل تامر مجدي لنتعرف معه في جولة لإحدى القرى المصرية للتعرف على رأي المواطنين أهل هذه القرية، ماذا يريدون من الرئيس القادم. وده استطلاع إن شاء الله ثابت حنقوم به، كاميرا صوت الناس وقناة المحور في كل قرى مصر وكل نجوعها في كل المحافظات المختلفة، لأن احنا صوت الناس ومهم قوي إن احنا نسمع صوت أهالينا في القرى مش بس المدن الكبيرة، ونحاول نوصل الصوت ده لأي شخص مسؤول يكون بيسمعنا، خصوصا في مرحلة مهمة زي مرحلة الانتخابات الرئاسية. عايزين إيه من رئيس مصر القادم؟ نبدأ النهاردة من قرية سهركت الكبرى في ميت غمر في محافظة الدقهلية. اتفضل زميل تامر مجدي.